الكريم ينطلق وعلى بركة الله وحفظه. هذا الشوط الأول الرئيسي، هذا الشوط القوي، تنطلق الأسماء وتنطلق الشعارات، وأيضا المضمرين العمالقة ينطلقون مرافقين لهذه الشعارات. مزنة من هجل الشحانية، وجزلة، وداع، وحذاري من هجل الشحانية، الصايلة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وتفسير وحروف لهجل العاصفة، شقرة لسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم، كبسولة لسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم، راهية ومذيار والتنظيم من هجل الشحانية، إثارة لهجل العاصفة، والوجبة لهجل الشحانية. هذه الأسماء المشاركة، ما يقارب 18 اسم في هذا الشوط. نتمنى التوفيق لكل المشاركين ولهذه الأسماء الحاضرة في هذا اليوم. جائزة عينية قيمة عبارة عن سيارة رصدت للفائزة بالمركز الأول. ننتقل مباشرة إلى المركز الأول، مذيار على صدارة الشوط، مذيار على المركز الأول من هجل الشحانية، يقودها في التضمير جابر بن سالم بن فاران على مقدمة الشوط، وفي المركز الأول مع أول كيلو متر مقطوع من هذه المسافة. ننتقل إلى وداع على المركز الثاني من هجل الشحانية، يضمر وداع محمد بن خالد العطية، الدور دور المركز الثالث، ومن تتقدم وتتسلل جزلة، وصلت جزلة في المركز الثالث من هجل الشحانية، سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، الدور دور المركز الرابع، ومن تتقدم الوجبة من هجل الشحانية يضمرها سالم بن فاران المري. هذه نتيجتنا. المركز الخامس مشاهدينا الأعزاء، حروف حروف تتقدم حروف من هجل العاصفة، المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي يقدمها في هذا الشوط، ودخول على حروف وتقدم وتسلل من قبل الصايلة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوب، يضمرها علي بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، للمراكز المتقدمة الأولى. ومذيار على مقدمة الشوط، تواصل المسيار مذيار وتواصل السير والمسير على مقدمة الشوط، وفي المركز الأول بشعار هجن الشحانية وبقيادة جابر بن سالم بن فاران، هذا المضمر الشاب وهذا الشبل من ذاك الأسد. نتمنى لك التوفيق يا جابر في هذه الرياضة العربية الأصيلة ومع الشعار الأدعم. ننتقل إلى المركز الثاني، وصلت جزلة من هجل الشحانية، سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي في تضميرها ومسايرتها، يتابعها في التضمير. ننتقل إلى المركز الثالث، تصل وداع، تتقدم وداع، تقترب وداع من هجل الشحانية برفقة أحد الخبراء، أحد المميزين، المشاغب محمد بن خالد العطية، يتابع وداع في التضمير، وأيضا المسير وفي حلها وترحالها. ننتقل إلى المركز الرابع، ومن أخذت تتقدم إلى المركز الرابع في هذه اللحظات، تصل الوجبة وتتقدم من هجل الشحانية، يتابعها سالم بن فاران أحد الخبراء المضمر الذهبي، يتابعها في التضمير، ووصلت على المركز الخامس. أول نداء لراهية من هجل الشحانية، أيضا برفقة المضمر القديري والكبير سالم بن فاران، أحد الخبراء، أحد العمالقة في هذا المجال. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم. وما زالت مذيار، ما زالت مذيار سيدة الموقف مع أول 3 كيلومترات، تشارف على الانقضاء أعزائي المتابعين. وإن استمرت مذيار على هذا المنوال والموال والمسير والطريق، فيبدو بأن الناموس حليفها. إن لم يكن لجزلة كلام، أخذت تتقدم، ووداع أيضا قادمة، وداع قادمة على المركز الثالث، وكفتها مليئة بالترشيحات، صالت وجالت في السباقات المحلية والرئيسية الماضية. هذه على المركز الثالث من هجل الشحانية، يتابعها محمد بن خالد العطية. ننتقل إلى المركز الرابع، ومن تتقدم في هذه اللحظات وتتسلل إلى المركز الرابع، وصلت وانطلقت هنا التغيير من قبل راهية من هجل الشحانية، يضم الراهية سالم
بن فاران المري وعلى المركز الخامس تصل الوجبة من هجل الشحانية المضمر سالم بن فاران المري. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء أيها الحبل الكريم، ما زالت مذيار متحملة لمسؤولية قيادة هذا الشوط. هذه مذيار على المركز الأول وعلى صدارة الشوط، تحلق على المركز الأول منذ الانطلاق. نقترب من لوحة الكيلو مترين الأخيرين، نقترب من لوحة الكيلو مترين الأخيرين. إذن ما زالت مديار على المركز الأول من هزل الشحانية المضمر جابر بن سالم بن فاران، بينما جزلة أخذت تتقدم، جزلة تتقدم على المركز الثاني أيضا من هزل الشحانية، يتابعها العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي ووداع ما زالت على المركز الثالث. عموما لم يحدث تغيير على ثلاثة المراكز الأولى منذ الانطلاق. أول أربعة كيلومترات شارفت على الانقضاء مشاهدينا الأعزاء وتنقضي في هذه اللحظات، يتبقى كيلوين مترين عن خط النهاية. المركز الرابع وصلت وانطلقت مزنة، وصلت مزنة في أول نداء من هجل الشحانية، يضمرها سالم سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، بينما المركز الثالث في هذه اللحظات التقدم الحاملة الرقم 20 من هجل الشحانية، هو اسمها تقريد، يضمر تقريد سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من تقرد على المركز الخامس. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، وما زالت مذيار في الشوط الأول الرئيسي الصباحي على المركز الأول، محكمة القبضة والسيطرة على المركز الأول. مذيار 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 على المركز الأول. هجل الشحانية تقدم مذيار وتقدم جزلة وتقدم وداع باختلاف التضمير، مذيار يرافقها جابر بن سالم بن فاران. المركز الثاني جزلة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي في التضمير ووداع، يتابعها المشاغب محمد بن خالد العطية. وعلى المركز الرابع مزنة من هجل الشحانية سلطان بن محمد الوهيبي. وعلى المركز الخامس تقريد من هجل الشحانية، يضمرها سلطان بن محمد الوهيبي. والكيلو الأخير وانطلقت مذيار، قامت راس وما زالت تريد إنهاء هذا الشوط. راس، يا سلام، مذيار 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 مذيار، انطلقت مذيار، الله يا مذيار. يبدو بأن الشوط شوط مذيار، ولكن وصلت مزنو، وصلت مزنة، وصلت مزنة، ووصلت تغريد، وصلت تغريد، ووصلت راهية، أيضا راهية خطيرة على المركز الثالث. ومزنة تحركت وانطلقت، وانطلقت مشاهدينا مذيار، مذيار يا مذيار، مذيار دارت مذيار، انطلقت مذيار، تحركت مذيار، 600 متر أخيرة ومذيار هي الأقرب للفوز. قامت راس يا جابر وتريد إنهاء الشوط. راس، هذه مذيار على المركز الأول لهجل الشحن حانية. جابر بن سالم بن فاران، والشعار موفق لهذا المضمر، شعار موفق، حصد أحد الرموز في يوم اللقاية، واليوم في مفتوح اللقاية، واليوم يستهل أشواط الجذاع بهذا الشعار السعيد، بهذا الشعار السعيد. روح بن سالم روح، نتمنى لك التوفيق. ولهجن الشحانية، إذن هذه مذيار من هجن الشحانية، جابر بن سالم بن فاران يقدمها خير تقديم. وأشكرك يا جابر، أشكرك يا جابر على هذه المواصيل التي وصلت إليها مذيار. وسلام يا مذيار سلام، قامت راس وأنهت الشوط. راس، سلام يا هجن الشحانية، سلام، تهانينا والناموس لمالك مذيار هجن الشحانية. وللمضمر جابر بن فاران المري لحظات الوصول، تهانينا والناموس المركز الثاني. وصلت راهية لهجن الشحانية مع المضمر سالم بن فاران المركز الثالث. تقريد لهجن الشحانية مع المضمر سلطان بن محمد الوهيبي المركز الرابع. مزنة لهجن الشحانية مع المضمر سلطان بن محمد الوهيبي المركز الخامس. المركز الخامس وصلت إثارة لهجن الشحانية مع لهجن العاصفة، لهجن العاصفة مع المضمر حمد بن راشد بن غدير الكتبي. إذن هذا هو ملخص الشوط، وهذه مذيار في هذا الموقع منذ الانطلاق في موقعها الأول وعلى رأس هرم هذا الشوط. قامت راس مذيار وأبى التسليم هذا الشوط أبدا
قاتلت من أجله وصمدت صمود الأبطال فاستحقت ونالت المركز الأول في هذا الشوط الرئيسي الصباحي. تهانينا والناموس للهجنة الشحانية على فوزها وعلى هذا المستوى الممتاز، والتهاني موصولا للمضمر جابر بن فاران من قدمها خير تقديم في هذا الشوط. هذا هو مضمر مزون من خطفة الشوط المفتوح في اللقاية، يقدم لنا مذيار 9:13 54 جزء من الثانية. سلام يا مذيار، سلام، تهانينا لهجن الشحانية وللمضمر جابر بن فاران المري. المركز الثاني وصلت راهية اللي ما قصرت 9:14:22 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية وللمضمر سالم بن فاران المري اللي تفوق عليه جابر في هذا الشوط، نتمنى لهم التوفيق. المركز الثالث وصلت تقريد 9:14:94 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحاني على فوز تقريد، والتهاني للعملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. أيها الأعزاء.